السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم هناء من قناة عالم هناء للخرز وشغل الهاند ميد. زي ما احنا شايفين كده يبقى احنا ايه عندنا ورشة اكسسوارات. طبعا للي اول مرة يدخل عندنا احنا قناتنا فيها كل ما يخص الخرز، فيها 18 ورشة للشنط خرز ولودي سواري بعد الظهر، موديلات حصري وموديلات جميلة جدا، اتفرجوا عليها ان شاء الله هتعجبكم. وعندكم كمان ورش اكسسوارات. النهاردة عندنا ورشة جديدة من الاكسسوارات، هنعمل عقد كده ظريف ببواقي الخرز اللي عندك اللي انتي بتشتغلي بيه. يعني مثلا انا عندي بواقي جانجا اهو اسود وابيض، عندي الفوشيا، عندي التريكواز، هدخلهم في الشغل. هتحضري مسامير اللي هي فيها اللي هي المقفولة من تحت دي، مسامير دلاية، انا عندي اسم الله مفيش احسن من كده، اللي عندك اشتغلي بيه. فواصل، فواصل كمان عندك، عايزة فاصل للدلاية هيبقى في حلقة فين، بسم الله الرحمن الرحيم، اهي فاصل اهو اللي هو في حلقة اهو. عايزة كمان سلسلة، عايزة قفل، قفل اهو، عايزة حلقات معدنية اهي، عايزة استبر المثلث والاستبر اللي بيحبس عليه اللي هو الصغير ده موجود وده موجود. عايزة بصوا يا بنات الخرز الصغنن ده مقاس 4، ده هقول لك انا بستخدمه ليه وانت ممكن ما تستخدمهوش. جايبه معايا ابره برضو هتساعدني في الشغل. وعلى خيره الله تعالوا نبتدي. الخيط بتاعنا انا عندي خيط شنط مقاس 60، تخين كويس ممكن تشتغلي بيه. عندي طبعا دول قلنا لا غنى عنهم في شغل الاكسسوارات، والمقص بتاعك. وعلى خيره الله نبتدي. اول حاجه تعالي نثبت القفل بتاعك. اهي المثلثه اهي، حطها الاول وبعدين طبعا ده بيتوه مننا صغنن. اهو الاستبر الصغير تحطي كده، بعدين بتجيبي اهو وتطبقيه كويس جدا، وبعدين تقفلي عليه الحبسه بتاعتك اهي، تقصي الورق الزياده ده، بعدين حلقه معدنيه هتفتحيها كده وتدخلي فيها، تدخليها كده اهي، بعدين دخلي فيها القفل واقفلي. عقد النهارده بنات ظريف جدا، كنت بعمله عملته كتير قبل كده ايام شغل الاكسسوارات، بيبقى شكله تحفه بجد. طيب انا جهزت بقى، بصوا شويه كده عملتهم بالمسامير، تعالوا نشوف مع بعض ازاي بنحضر بالمسامير. نعمل مع بعض 2 3 كده، مثلا اهي خرزه معايا، هاتي المسمار. اقول لك بقى ليه انا مستخدمه اللي هو مقاس 4 ده، لان المسامير عندي فيها عيب. المسمار عندي بصوا هتدخليه من هنا هتطلع من هنا، فده عيب في المسمار خدتش بالي طبعا وانا بشتري. فانا هحط دي تحبس اهي عشان ما يطلعش، في نفس الوقت هتدي شكل حلو لان برضو هي فضي بنفس الالوان اللي احنا شغالين بيها. تعالي بقى سيبي زي ايه سنتي كده
من هنا وقصي كده، وهاتي التانية وتيجي من هنا كده من الطرف وتلفي وتنزلي على تحت وتلفي تلفي تلفي لغاية السنتي بتاعك ده ما يخلص، وبعدين تعدلي الخرزة بتاعتك كده. تمام، نعمل مع بعض واحدة كمان. هنعمل واحدة من كل لون. انا عايزة مقاس 4 الاول. طبعا انتي لو ما عندكيش العيب ده في المسمار اشتغلي عادي، لان ده مش رخيص، ده غالي اللي هو الفضي ده، الطن ب45، فهو مش رخيص، فانتي لو مش عندك ما تحطيهوش لو المسمار بتاعك كويس. طبعا بعد كده هبقى اخد بالي وانا بشتري. اهو هلف بقى كده. تمام، طيب انا عشان وقتكم كفاية كده، تعالوا بقى نبتدي العقد بتاعنا. هناخد الابرة بتاعتنا هلضم بيها، تنفع علشان الواحد عينيه ما بتبقاش مركزة. تعالي بقى الخرز الحر ده اللي هو من غير مسامير هبتدي بيه الاول، اي لون يعجبك. تعالي نبتدي بالاسود، اجي واحد، تعالي نحط الاول ايه، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، طبعا ده بداية العقد. تعالي نحط 10، بعد كده يبقى لنا اعداد تانية، 6 7 8 9 10. تمام، عشان ده بداية العقد. خلاص، تعالي بقى باللي احنا عاملينهم دول بالمسامير، الدومي بقى من كل لون مثلا واحد. طبعا مش هتكرريهم يعني، اجي هو واحد اتنين تلاتة، انا عندي 4 الوان، انت لو عندك الوان اكتر هيبقى احلى كمان، بس هما دول الالوان اللي عندي اللي شكلهم حلو يعني وبيلمعوا كده يدوا شكل حلو للعقد. تعالوا هنرجع تاني نلطم تاني الاربع الوان تاني. حاولي الالوان تبقى بعيدة عن بعضها اهي. تعمليهم بالترتيب، ابيض تركواز فوشيا اسود كده، حطينا 3 مرات. تاني ابيض تركواز فوشيا اسود، كده حطينا 3 مرات. أربعة كده 5، شوفنا الشكل والالوان عامله ازاي. كده حطينا 5 مرات، زي ما قلنا احنا كده عملنا 5،
هنكملهم 10 مرات وارجع لكم تاني. كملناهم 10 بنات، 10 مرات ورا بعض اهو. تمام، تعالوا بقى نعمل القطعة اللي في النص دي. عشان ما تبقاش في حاجة شاذة. اشتغل برضو بالاسود، حطي واحدة سودة انت اشتغلتي بيها في الاول، وبعدين حطي فاصل. على اساس ان الفاصل يبان، وبعدين ادي واحدة، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، خمسة هم، وبعدين حطي الفاصل اللي هو هتركبي فيه الدلاية بتاعتك. اهي، بعدين حطي خمسة تانيين. يبقى كده شايفين. خمسة التانيين دول، بعدين هتحطي فاصل زي ده، انت حطاه هنا، كرري هنا. تمام، وبعدين واحدة سودة برضو زي ما عملتي الناحية التانية، وهتلضمي برضو العشرة اللي انتي، العشر مرات اللي انتي عملتيهم هنا هنعملهم الناحية التانية. هلضمهم وارجع لك تاني عشان وقتك ووقت الفيديو. كده نص ال ايه يعني، احنا كده بنكمل النص التاني بقى. خلاص بنعمل ايه، بنكرر ده تاني، وهنا هنعلق الدلاية بتاعتنا. احنا كده في 10 مرة اهي، عبيناهم الاربع الوان 10 مرات. تمام، هتعملي بقى العشرة دول الاسود دول اللي انتي عملتيهم قبل كده، الجنجو ده ايا كان بقى اللون اللي انتي ايه يريحك تعمليه، بس انا بحب يعني ايه الاسود هيليق على اي حاجة. ادي تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر. كده ده نهاية العقد بتاعك. عايزة اقول لكم يا بنات ان بيبقى تحفة في اللبس. في برضو موديلات تانية كنت بعملها، برضو هبقى اعملها لكم برضو بالمسامير كده، بتدي شكل روعة برضو، والالوان بتبقى كتيرة مع بعضها بتدي شكل حلو قوي. كده اهو كررنا 10 زي هنا بالظبط. تعالوا بقى نقفل الناحية التانية. بص بقى الخيط اليامة ده، عايزين اهي الحباسة اهي مثلثة. نجيب اسطبر صغنن، طبعا انتي ايه بتدي براح كده
ولو نص سنتي للعقد علشان الايه الخرز يتنفس كده، العقد ما يتقطعش. فاهماني ازاي؟ يعني انت كده كده اخره صح؟ لا انت سيبيله نص سنتي، نص سنتي كده يتنفس. عارفة يعني ايه؟ يعني الخرز يطلع وينزل من غير ما يتقطع معاك. اهو طبقي بقى استوبر كده جامد وقفلي عليه. اهي الحتة دي التنفيسة اللي انت بتنفسي بيها العقد عشان ما يترشقش. بص بقى الخيط الزياده ده، بصوا جمال الالوان بقى، بيبقى تحفه تحفه كمان في اللبس، بيبقى تحفه. حط بقى حلقه معدنيه اهي، عشان هنركب حته سلسله نطول بقى ونقيه ونقصر بيها زي ما انت عايزة. لا اله الا الله. تمام كده دخلت اهي. اقفلي بقى الحلقة بتاعتك كده كويس. طيب انا عايزه حلقه كمان هعلق فيها الدلايه. بصوا شكل بقى العقد، ايه رايكم؟ تحفه. والالوان حاولي تنقي الالوان يعني متناسقه مع بعضها تمام، ويبقى فيها لمعه كده عطشه شكل تمام. حته بقى ايه سلسله كده تطولي بيها وتقصري بيها زي ما انت عايزه. الحلقة اهي كده اهو بنات، العقد بتاعنا انتهى. ايه رأيكم؟ طبعا انت ممكن تجيبي هنا دلاية فيها حاجة زرقاء، اللي هي التريكواز ده. انا طبعا بشتغل بالامكانيات اللي عندي المتاحة. وادي الشكل النهائي للعقد. يا رب يكون عجبكم بنات، وتكون الورشة سهلة وبسيطة عليكم زي ما احنا شايفين. حاجة سهلة من بواقي الخرز اللي عندك، وفي نفس الوقت في منتهى الشياكة، منتهى الشياكة. يعني انا هقولك مش اول مرة اعمله، مش اول مرة اشتغل الاشكال دي. اللهم بارك كانت بتتباع هوا، لان الشكل فعلا تحفة لما بيبقى كده على الهدوم بتاعتك، يتلبس بعد الظهر، ينفع سهرة. لا شكله تحفة، وان شاء الله هعمل لكم كم موديل ورا بعض برضو
ينفع معاكي ببواقي خرز وبالامكانيات اللي عندك وتشتغلي بيها، وان شاء الله تبقى فتحه خير عليكم كلكم يا بنات. وهحط لك في نهايه الفيديو اتنين فيديو تانيين لاكسسوارات تانيه برضو، حاجات قيمه وجميله، خشي عليها وتفرجي وقولي لي ايه رايك، اكتبي لي في الكومنتات رايك. انا طبعا بيهمني قوي اعرف رايكم، ويهمني اعرف ايه اكتر حاجه عجبتكم في الورش اللي احنا بننزلها علشان اعمل حاجه زيها، يعني اعمل لكم اللي يعجبكم، مش اي حاجه وخلاص. اتمنى تكون الورشه سهله وبسيطه، ويكون شرحي سهل عليكم وبسيط. واقابلكم ان شاء الله في ورش جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.